اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. ان شاء الله فيديو النهارده يكون مختلف ويعجبكم. النهارده رحله جميله قوي مع اصحابي وحبايب قلبي وجيراني، طبعا ان كلها تبقى ضحك ولعب وهزار وان شاء الله تعجبكم. وطبعا كل حاجه على الطبيعه، انا مش مسجله اي صوت. ويلا بينا نشوف الرحله، نبتدي الرحله مع بعض. يلا يا جماعه، بصوا تيسير عزمنا النهارده على فسيخ على الغدا. بصوا ده دخلوا مع الفلوس بتاعنا. بصوا الغدا الاكل تحفه، تعالوا كلوا معانا. تيسير النهارده عزمانا على الغدا، تسلم ايديها، هي اللي عامله البصل. اهم حاجه البصل يا جماعه، البصل اهم حاجه، البصل صغير. وبنجيب كشري كمان، عيش اهو بلدي وفسيخ. كم واحد فيك عامل ازاي؟ ما بيعد العسل. تسلم ايدك بجد يا تيسير، تسلمي. يلا عامله. بصوا العيش الابيض ده بتاعنا احنا من فرنتنا احنا، والعيش البلدي ده بتاعهم. هي والعيش البلدي ده بتاعنا من فرنتنا، العيش الابيض من فرنة عمو. ايوه والله، بصوا يستاهل بقكم. تعالوا كلوا معانا بقى. كان طعمه تحفه، الخروج اصلا كلها اليوم يعني يبين من اوله يجنن. ان شاء الله نكررها تاني معاهم. دلوقتي بقى هنركب بلعبة العروسة، لعبة صعبة قوي. هنشوف بقى هنعمل ايه، مع اشوفوا بقى الصوت، اتفرجوا بقى براحتكم. بس كده شوفوا بقى شافوا حاجة. جيجي كمان موتة كلهم كلهم. انزل كل بسكة. يا ليه مالها جيجي؟ والله فعلا متنا، احنا نازلين خلصانين من المرجحة دي، كنا هنموت يعني. صعبة 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 صعبة، احنا المرجحة وقفت مخصوص عشان تنزلنا يعني، عشان كنا هنموت فعلا. انزل يا محمود. محمود تعال هنا. يا عودة you
سبعة. عمري ما كمل الفيديو الاخر هنركب احنا. هناك دي بصراحة موتتني موتتني موتتني. دي زيها كده بالظبط. ايوه وده كان اخر حاجه كان اخر حاجه في الفلوج بتاع النهارده. بجد اليوم كان جميل جدا، كان كله ضحك ولعب وهزار. بجد ان شاء الله نعوضه في يوم تاني ونصوره معاكم. طبعا بصوركم كل حاجه على الطبيعه مش مسجله الصوت، وان شاء الله كده يدوم علينا الايام الحلوه انا واصحابي، ونتجمع دايما على طول في الخير. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، واوعوا تنسوني في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل جديد. واقول لكم باي باي.